أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات جنيه فاصل 840 مليون. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 نسبة بلغت 0.92% عند مستوى 17866 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 نسبة بلغت 1.31% ليغلق عند مستوى 3531 نقطة. كما انخفض أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.63% عند مستوى 5244 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة بنسبة 20% عند مستوى 246 جنيها فاصل 55، يلي سهم شركة أصول ESP للوساطة في الأوراق المالية بنسبة بلغت 13% عند مستوى 30 قرشا. وجاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة سماد مصر بنسبة 9.94% ليغلق عند 20.80 جنيها. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 6.49% ليغلق عند 7 قروش. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ سمير رؤوف، محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ سمير. يعني بداية، البورصة المصرية شهدت اليوم تباينا في الأداء، أبدأ مع حضرتك من المؤشر الثلاثيني، ما تحليلك؟ ممكن النهارده المؤشر الثلاثيني ابتدى يرتفع، طبعا قدامه ان هو يحاول يخترق ال 18000 نقطة، 18400 دي هتبقى نقطة قوية عليه. لو حسبنا معدلات التضخم اللي هي في الاقتصاد بحوالي 40% تقريبا للطلعة الأخيرة، هتلاقي إن المؤشر ده المفروض إن هو يوصل ل 21000 نقطة بنفس النسبة ارتفاع التضخم، يعني حوالي احنا بنتكلم في الفترة الجاية لحد آخر السنة هيبتدي المؤشر ده يتحرك بنسبة كبيرة جدا. يمكن الارباح هتتركز اكتر في المؤشر الاي جي اكس 70. الاي جي اكس 70 طبعا واخد ماراثون بشكل كبير، بقى له فتره ابتدى يهدم عندها، يعني النهارده احنا 3531 نقطه، عندنا 3400 نقطه تحت ال 3700 نقطه، هنبتدي نقف ونجمع عندها تاني. وهذا المشهد يعيدنا لشكل الاي جي اكس 30 في 2003. احنا عندنا 2003 كنا في 3000 نقطه اي جي اكس 30، وابتدى ياخد ماراثون لحد 2006 لحد 7000 نقطه تقريبا، فده متوقع انه يحدث في اي جي اكس 70 الفتره الحاليه، لان خلاص الاي جي اكس 30 ابتدى يخرج لافاق اعلى من الافاق الموجوده الحاليه للاي جي اكس 30. وابتدى ينطلق، لانه قد يكون بعد كده ان في تغيرات ماليه كبيره جدا بتحصل في الاقتصاد وعلى مستوى البورصات، وهيبتدي ينطلق لمستويات ابعد من كده، فبيعمل عمليه احلال ودخول الاي جي اكس 70 مكانه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه طبعا النشاط الفتره اللي فاتت كان على مستوى القطاعين بشكل متركب، في قطاع العقارات بسبب صفقه مصر الجديده للاسكان والتعمير، يعني الحديث عنها وقطاع العقارات مره اخرى، والقطاع الخدمات الماليه الغير مصرفيه. وهنا قطاع الخدمات الماليه الغير مصرفيه عنده نشاط كبير، لكن في شركات لم تتحرك بشكل كبير، وده يعيد مشهد هيرمز في 2003 برضه مع المؤشر اي اس 30 اللي كان ب 5 جنيه، وفي 2006 شفناه ب 280 جنيه هيرمز. فهنا الغلبه هتكون يعني للاسهم القليله في العدد وليس الصغيره، يعني هنا المستثمر ابتدى يبص على الاسهم ام ربع جنيه وام 30 قرش و50 قرش، هنا هو هيكسب منها هيكسب منها، لكن الاسهم اللي هي 5 مليون سهم و10 مليون سهم والشركه على بعضها شهيه المضاربات هتبتدي تعود. ده بيرجع لي طبعا انهاء اقرار الضريبه،
طبعا هي فرضه بغض النظر عن راينا الشخصي عنها، لكن او يعني تعارضنا معاها، لكن هنا لما فرضت الضريبه ابتدى كل واحد بالبلدي كده في السوق يعرف راسه من رجله هيدفع ايه. وطبعا طبعا مجلس الشعب عدل فيها كتير ونزل منها حوالي 50%. دي واحده عمليه العوده للاقتراحات الحكوميه، احنا بقى لنا شهر تقريبا ابتدينا نتكلم تاني مره على موضوع الاقتراحات. طبعا زياده معدلات التضخم هيبتدي يعيد تقييم الاصول والاسعار ماليا، والحديث عن المشتقات الماليه، دول اربع اسباب يمكن يكونوا جوهريين او في صحيح. موضوع المشتقات والاسواق المشتقات الماليه بقت ده. الصوره اوضح استاذ سمير. صحيح. طبعا في الفتره القادمه. اتفضلي يا فندم. نعم، ننتقل لسؤال اكثر اهميه. رئيس البورصه اعلن عن بدء تداول اسهم شركه طاقه عربيه خلال اسبوعين، ما تقييمك لهذا الطرح؟ هو يمكن الطاقة العربية كشركة تأسست في 2006 تحتها هيكل ملكية 15 شركة عاملة في أكثر من مجال. شركة طرح بهدف تخارج جزء من يعني من الشركة الأم اللي هي القلعة لجزء من الطروحات لعملية تمويل من المستثمرين. هم عملوا كده في أكثر من شركة لإعادة هيكلتها الفترة الماضية، وبيعيد توسيع قاعدة الملكية، بيعيد طبعا إعادة السيولة مرة أخرى لقطاعات طاقة غير الطاقة الأحفورية والطاقة الموجودة. وشايفين الاتجاه العالمي ليه الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، طاقة المياه النظيفة والطاقات المتجددة بشكل كبير، واستمرارية عملية استمرارية الشركة وتنوع المصادر الطاقة بحيث إن يبقى فيه طبعا دخل للمستثمرين بشكل دائم ومستمر من الطاقات الجديده كمان مع هيكله الشركه بشكل مالي من خلال البورصه. طبعا البورصه من ضمن الوظائف بتاعتها ان هيكله الشركه ماليا، وزياده التوسعات وزياده عمق الشركه في التوسعات الاقتصاديه نفسها او التوسعات المباشره، يعني هو بيبقى سوق تمويل عشان يشتغل معاه في يعمل مصانع، يعمل شركات جديده، ويبتدي يدور عمليه سيوله بشكل يفيد الاقتصاد طبعا المساهمين والشركه والاقتصاد الكلي بشكل كبير كاقتصاد دوله. نعم.